أردنية من حقي مثل الأردني. قانون الجنسية قانون تمييزي يميز ضد المرأة. لا يجوز احنا نضحك على الناس. لا يجوز. انت مش عم تسمع شو انا بحكي. لا انت تحكي غلط. ما شفت فعل بالمرة يا بس حكي حكي. انت ناديتني من الكرك مشان اجي اشارك ببرنامجك يا زلمة. انا ايدي بزنارك عمي راحلنا وانا بكون ممنون لك. عمو هلا احنا اللي متعرض لهذا الشيء. ايش الحل فعليا لما تتعرض البنت للتحرش بالشارع؟ اذا بتريد تحترم كل ضيفات الموجود لي هون ارفعوا ايدكم اذا انتم حدا مين تعرضت بالشارع. كمان برنامجك مش صح. هيدا رأيك، هيدا رأيك. بس اسمعوا صوت الشباب، اسمعوا صوت المستقبل لأن تعبنا. كمان في نساء ضد النساء، فبتمنى المرأة تدعم المرأة كرمال. أنت مرحب فيك ولكن احترام ضيفاتي مهم جدا. باي. جولة شباب توك مستمرة واليوم نطل عليكم من قلب العاصمة الأردنية عمان ونقدم لكم هذه الحلقة بالتعاون مع قناة رؤيا. وسعيد أن أرحب بجميع الشابات والشباب الموجودين معنا هنا في حديقة الحسين في عمان. أهلا وسهلا فيكم. أنا أردنية ولأنني امرأة لا أستطيع أن أمنح الجنسية لأبنائي، أما الرجل فيستطيع أن يمنح الجنسية لأبنائه. قد أتعرض للتحرش أو ربما للعنف الأسري ولكنني أخاف أن أشتكي لأن أخي أو أبي قد يعتبر أنني أمس بشرف وعرض العائلة. قد أدرس وأتعلم ولكن ربما لا يسمح لي بالعمل أيضا بسبب العرف والعادات والتقاليد. هذا ما سمعته خلال الأيام الثلاثة هنا خلال وجودي في العاصمة عمان، ولكن الجدير بالذكر أنني سمعت أيضا سيدات وفتيات يقولن لا اليوم المرأة الأردنية حاصلة على جميع حقوقها وهي بإمكانها أن تفعل ما تريد. حسب المؤشر الفجوة بين الجنسين أي المساواة بين الرجل والمرأة، الأردن اليوم في المراتب العشرة الأخيرة. أسئلة اليوم: لماذا لا تستطيع المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني أن تمنح الجنسية لأبنائها؟ ما هي الحقوق التي تفتقدها المرأة الأردنية؟ ومن المسؤول عن عدم وجود المساواة حسب الإحصائية التي قلتها بين الرجل والمرأة هنا في الأردن؟ إذن هذه أسئلتي. أما من هم ضيوفي؟ سعيد بأن تكون معي ناشطة حقوقية وتقول الأردن اليوم بعيد جدا عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. أهلا وسهلا عروب صباح. وسعيد أن تكون معي محامية وتقول القانون الأردني اليوم بحد ذاته ذكوري يعبر عن العقلية الذكورية لواضعي هذا القانون. أهلا وسهلا بالمحامية هلا عاهد. بس لو سمحت هادي ورائي إذا بتريد. لو سمحت هودي ورائي ما حدا بيخد لي اياهم بعتذر منك. وسعيد ان يكون معنا ايضا لو سمحت. انا اخذتهم من هون تحط اوراق مشان اكتب عليه. لا ما خليتني اكتب عليهم وانت شايف وهلا جاي تعتذر مني. لا بس انت اخذتهم بدون ما تسالني. انا اخذتهم لانهم موجودات قدامي ما قلت اوراق. بس ليس شيء موجود قدامك ما بيعنيك بتاخذه. لا اعطيك ورقي ما راح ما عندي مانع بس اعطيني ورقي اول شيء. طيب اوكي سعيد ان يكون معنا. خليني اعرف عنك. سعيد ان يكون معنا نائب سابق ومحامي السيد محمود خرابشي ويقول المرأة اليوم الأردنية ماخد حقوقها وزيادة. اهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا بمدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات في وزارة الداخلية ويقول حتى الآن لم أتلقى أي تعليمات لأعطي المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني الجنسية لأبنائها. أهلا وسهلا فواز سيد فواز شهوات. وسعيد أن يكون معي محمد الخولي اليوم. محمد أنت أمك أردنية بيك مصري ولا تحمل اليوم الجنسية الأردنية لأن القانون لا يسمح بأن أمك تعطيك هذه الجنسية وتقول لا هذا حقي أن أحمل هذه الجنسية. أهلا وسهلا فيك. نبدأ الحلقة اليوم بتقرير عن الأرقام والحقائق عن وضع حقوق المرأة اليوم هنا في الأردن. Thank you.
إذن تعرفنا بالأرقام والحقائق على وضع حقوق المرأة اليوم هنا في الأردن. وسؤالي الأول إليك سيد محمود، ليه اليوم المرأة الأردنية متزوجة من غير أردني لا تستطيع أن تعطي الجنسية لأبنائها؟ تفضل الميكروفون لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. يعني أنا ابتداء اسمح لي أني أقول أنه برنامجكم مع كل الاحترام موجه، والحضور موجهين أيضا مع كل الاحترام والتحية، لأنه أنتم محضرين ناس من فئة معينة دون أنكم تعذروا تشركوا كل فئات المجتمع الأردني. إذا كنت تتحدث عن حقوق المرأة في الأردن يجب أن تشرك المرأة في القرية والبادي والريف والمخيم والمدينة حتى تأخذ وجهة النظر كاملة أولا. ثانيا طيب اسمح لي أنا أرد عليك، بما أنك أستاذ رد بعدين، بما أنك عم تقول كلام مش تحترم حرية الرأي. أنا بحترم حرية وأنت بتحترم حرية الحوار. طبعا بتحترم حرية الحوار. إذا تقول بأن البرنامج موجه، الدعوة كانت عامة، الدعوة عامة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي باستطاعة أي شخص أن يشارك أولا. ثانيا أنت حتى الآن لا تعرف من هم ضيفاتي ومن هم ضيوفي، هل تعرف هذا؟ أستاذ هل تعرف من هم ضيفاتي وضيوفي؟ بعرف ست هالة بعرفها وست عروب بعرفها، لكن هل تعرف أن لدينا ضيفات أخريات جالسات هنا في الجمهور سيشاركنا أيضا طيب. هنا في الحوار بغض ثالثا أنت تقول بأننا برنامج موجه صحيح. إذا كان عندك إثبات أو كلام أو دليل عشان يكون عندنا أساس الحوار تستمع ونستمع لبعض ويكون في حوار وتبادل واختلاف طيب. دون طيب. شخصنة أو توجيه أي اتهام بدون أي إثبات، لأنه لا يعني ما إلى أي شخصنة. أستاذ هذه مش شخصنة، هذه وجهة نظر بدك تحترمها وأنا احترمت وجهة حرية نظرك. الرأي أهلا وسهلا. أولاً أستاذ الجنسية الأردنية تمنح بقانون، القضية ليست قضية تعليمات ولا قضية أهواء وأمزجة. المادة 6 من الدستور الأردني تقول بأن الجنسية الأردنية تمنح بقانون، القانون الأردني يمنح الجنسية بناء على رابطة الدم من جهة الأب كما هي حال قوانين العالم في الجنسية. العالم يمنح جنسيته على إحدى رابطتين، إما على أساس رابطة الإقليم على أساس المولد في الإقليم لكل من يلد على الإقليم يحصل على الجنسية، أو على أساس رابطة الدم للأب أو للأم. القانون الأردني منح الجنسية على أساس رابطة الأب وليس من خلال الأم أولا. ثانيا نرى الآن على الشاشة حتى يستطيع كمل. أيضا المشاهد المتابع معنا مختلف القوانين، المادة 9 من قانون الجنسية، أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا، المادة 3 أيضا والمادة 4 حتى نتعرف على الجنسية. هذه المواد هذا قانون الجنسية. أريد أن أنتقل إليك سيدة هلا حتى يكون في رد. خليني بس أكمل بس دقيقة باختصار، بدي أقول لك قانون الجنسية محامية اسمع رأيك. قانون الجنسية قانون ليس مزاجي، قانون الجنسية قانون سيادي، صاحب القرار هو الذي يحدد من الذي يمنح الجنسية، لأن كل دولة لها ظروف وأوضاع تختلف عن غيرها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا وجغرافيا. لا. الأردن دولة متقدمة أكثر أقول لك من أمريكا بمنح الجنسية. لا. لأنه أمريكا ما عندها أرض محتلة ولا عندها منطقة ملتهبة ولا عندها احتلال إسرائيلي ولا عندها احتلال أمريكي. لا. بالتالي قانون الجنسية قانون سيادي، هو الذي يقرر من طيب. خلال القانون من الذي وصلت يتم منح الفكرة. الجنسية نعطي تفضلي دكتورة محامية هالة. هو طرح أكثر من مسألة لها يعني نحتاج أن نرد عليها. أولا صحيح في كل دول العالم الجنسية هي مسألة سيادية، ولكن هذا حين تقرر الدولة لمن تمنح جنسيتها ليس على أساس تمييزي، بمعنى أن للأردن أن يضع الشروط التي يريدها لمن يريد أن يجنسه لا أن يمنح الجنسية بالأساس. لا يستطيع الأردن أن يقول أنا أتمسك بالسيادة ويمتنع عن الاعتراف للمرأة الأردنية بحقها بمنح جنسيتها لزوجها ولأبنائها على أسس تمييزية، لأن لا. هذا يتناقض بالدرجة الأولى مع الدستور الذي أشار إليه والمادة 6 حيث أن الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات. هذه المسألة مهمة ينبغي أن نأخذها في عين الاعتبار. لا نتمسك دائما بأن موضوع الجنسية هو موضوع سيادي. نعم سيادي حين تقرر تمنح العربي الجنسية، هي طيب. مسألة جوازية، هي طيب. مسألة، ولكن لا بس أن بقول البلد عندها وضع خاص، لذلك لا يمكن إعطاء الجميع السيدات يعني الجنسيات لأبنائهن. بتتفهمي هذا الأمر؟ هل هذا يعني لا طبعا هذا غير مقبول أيضا. نعم. من منطق حقوقي بحت، موضوع الموضوع أيضا الدستور الأردني الذي ساوى بين المواطنات والمواطنين. طيب. لا غير مقبول. لماذا؟ لأنه إذا كان لديك أوضاع في البلد فينبغي هذه الأوضاع أن تنسحب على الجميع، تنسحب على الرجال والنساء. هل ستجد اليوم نص في القانون الأردني يقول بأننا لا نستطيع أن نعطي الجنسية للأردنيين أو المتزوجين من فلسطينيات على سبيل المثال؟ نعم. لا هذا غير مقبول. طيب. في لنأخذ القانون لنأخذ فلماذا يكون لنأخذ هذا للنساء؟ السؤال ونتوجه إلى وزارة الداخلية. سيد شهوان، ليه الرجل
باستطاعته أن يعطي الجنسية لأبنائه بينما المرأة لا، يعني ليه؟ إذا بتسمح لي، أنا في البداية أنت قلت إنه هناك لا توجد أي تعليمات، لكن هذا كلامك. لا، في الحقيقة إنه الجنسية الأردنية هي منصوص عليها حسب القانون والدستور، ولا تمنح إلا بنص تشريعي، فلا بد من وجود نص تشريعي من صاحب القرار التشريعي. لا، اللي هو صاحب الولاية والوصاية. ولكن لماذا لماذا حتى اليوم للتمييز واضح كما قالت المحامية بين الرجل والمرأة؟ إذا بدك تظل تقاطعني مثل ما هيك بدي أضطر أني أنا أنسحب. لا، أنا سعيد أنه بوجودك معنا، بس أنا بتمنى أيضا تجيبني على أسئلتي. بدك تسمع كلامي لآخر شيء. بتمنى تجيبني على أسئلتي، خليني إذا منتفق. أنا ما عندي مانع، بس سعيد أنك تكون معي، بس تجيبني على أسئلتي. أكمل كلامي. تفضل. أنا إذا ما بتسمح لي مضطر أني أنا أنسحب. سعيد بوجودك وبتمنى تجيبني على أسئلتي. إذا تسمع كلامنا. تفضل. إحنا هنا أنت زي ما تفضل الأستاذ الخرابشة حكى، وهو خبير وهو دارس في القانون وهو نائب، وأنت بتعرف إنه الجنسية الأردنية هي تمنح بتشريع قانوني ودستوري، بتشريع قانوني ودستوري. لست أنا مخولا أنا كأحوال مدنية إني أنا أمنح الجنسية لأي كان. طب ما هي الأسباب حتى اليوم حتى لا تعطى للرجل وليس للمرأة؟ هذا السؤال، يعني كيف يمكن تفسير ذلك؟ هذا السؤال. نعم. يمكن أن توجهه إلى السلطة التشريعية وصاحبة القرار المشرع، هو الذي يجيبك على هذا السؤال، لست أنا اللي أجيبك عليه. ولكن وزارة الداخلية يجيبك. وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذا الأمر. هناك في جهات وزارة الداخلية هي مسؤولة عن إنه إعطاء الجنسية وعدم إعطاء الجنسية. وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية. إذا كان هناك نص قانوني، إذا كان هناك نص قانوني يجيز إنه للمرأة الأردنية إنها تعطي الجنسية. حابب أعرف رأيك، حابب أعرف رأيك أنت شخصياً، هل مع إنه المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني إنه تعطي؟ هذا حق شخصي إلي أنا، ما بقدر أصرح لك فيه. ما بدك تعبر وتقول عن رأيك. أنا بعتذر إني أنا أجيبك عليه. أوكي. بس حتى الآن الأسباب الواضحة ليه المرأة ما حصلت أبناء على الجنسية والرجل على الجنسية ما كتير واضح الجواب. لا، واضح وصريح. تسمح أجاوبك؟ لابد من وجود نص واضح وصريح. أوكي. في الدستور الأردني وفي القوانين الأردنية، وهو المشرع الأردني هو الذي صاحب الولاية. طيب. في إعطاء الجنسية. عروب ردك. اللي جاوب الأستاذ فواز صحيح جدا. الداخلية و دائرة الأحوال المدنية هي هي لها صفة تنفيذية. نعم. وليس تشريعية. المسؤول عن هذا الموضوع هو مجلس النواب بالضرورة. نعم. في الدرجة الأولى. أيضا الحكومة طبعا مسؤولة بشكل أو بآخر، ولكن المسؤولين الأوائل في هذا الموضوع هم مجلس النواب والتشريع. طيب، خلينا ننتقل من هون نشوف المعنيين بالأمر، وكيف سيدة أردنية اليوم متزوجة من مصري وعندها أولاد، سيدة أم يحيى، وشو بتقيل هي وشو رأيها هي بموضوع أنه اليوم ما فيها تعطي الجنسية لأبنائها؟ في تعليم، في صحة، في أنك تسجل محل باسمك، بأنك تتملك، يعني بيكون حلم كل شاب يكون عنده سيارة فخمة، بيت فخم، يعني من الأشياء هدول. أنا حلم حياتي تكون معي جنسية أردنية. ما عملنا جريمة لما نتجوزنا أجنبي، ما عملنا جريمة. في عنا هون، احنا في بلدنا هون الأردن فيها عقول قاسية جدا، عقول متحجرة، يعني ضد المرأة الأردنية. ليش احنا شو مسويين؟ انت خلفت وانا خلفت، انا ما لقيت ابني بالشارع. ورقة بيضة، بس ورقة بيضة ومكتوب عليها اسم بس. طيب أنا عملت كذا
عملته عملية بمستشفى، بدي دم من ابني، ما رضوا يسحبوا له دم. يعني بدنا نعيش، بدنا كرامتنا، بدنا نعيش، ما بدناش إشي منهم، ما بدنا يصرفوا علينا. إذن تعرفنا على قصة السيدة أم يحيى. محمد أنت ولدتك أم يحيى، شفناك بالتقرير، شو ردك؟ بس بدي أحكي هم ليش معقدين الموضوع كتير كتير معقدينه. يعني هاي في أمريكا في أوروبا الأم بتعطي ابنها الجنسية، إلا عندنا هون بيجي لا مش كل الدول العربية. بحكي لك خلونا نسمع لمحمد إذا بتريدوا، عشان سمعنا هو، خلينا نسمع لمحمد. سعادة النائب بحكي لك إنه الأردن هون بتعطي الجنسية أفضل من أمريكا. وين الحكي هذا؟ أنا مش سامع غير حكي، ما شفت فعل بالمرة يعني. بس حكي غيرات كتير يعني، بس كنا نسمع حكي. إحنا منعطي ولكم حقوقكم، والدكتور عبد الله نصور صرح بأنه هاي البطاقة المزايا هاي اللي هاي صرح بأنها فعالة 100%. طب ما هي مش فعالة ولا بإشي، رحت أطلع عليها رخصة بحكي لي ما بزبط، بدك موافقة مخابرات. رحت أطلع موافقة مخابرات بقول لي بدك تصريح عمل. في كتير شغلات يعني ما مش قادر استخدمها ولا بش. بطاقة المزايا اللي اعطوها لابناء الاردنيات حتى يتمتعوا بمزيد من الحقوق، انت عندك اياها، ممكن نشوف هذه المزايا ماذا تمنح وما الحقوق الجديدة التي تمنحها؟ عم نشوفها حق التملك، حق الاستثمار نراها الان على الشاشة، حق التعليم، الاستفادة من الخدمات الصحية، وايضا الحق في رخصة القيادة. انت على ارض الواقع كيف تنفيذها؟ ولا اي شيء من اللي مكتوب، حتى العمل. أي شيء، ولا اي شيء من المكتوب. انا قاعد عن الشغل عشان معي هاي. طيب هيدي هذه، اذا هذه تم اصدارها من وزاره الداخليه. في مثل عمل اليوم انه البطاقه ما الى تنفيذ على ارض الواقع. شو ردك سيد جهوان؟ اخي الكريم، انت بتعرف انه في 2014 صدرت تعليمات من التعليمات من مجلس الوزراء، نعم، قرار في وتم تطبيقه في 2015. تم منح أبناء الأردنيات اللي هي البطاقة هاي. حوالي 70,000 بطاقة كانوا. 71 لغاية الآن اللي حصلوا عليها. نعم. 71,000. طيب. ولكن تم منحة. ماذا عن المزايا إذا كانت المزايا على أرض الواقع لا تنفذ وعنده مثل صحيح. عملي هذا الحكي غير كلام صحيح. محمد اللي عم هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، وهو موجود ومنصوص عليه، له حق التعليم وله حق المعالجة الصحية. إذا كانت والدته تشتغل في القطاع العام بإمكانها أنها يحصل على المعالجة، بإمكانه أنه يحصل. خليني أكمل بس أعطيه كمان حق الرد. تفضل. انا طلبتك حق الرد، ما اعطيتنيش استاذ. يا تدير الجلسه بامور متساويه، يا احنا مضطرين ننسحب بصراحه. انا سعيد انه موجودين. لا لا لا، بس بدي اعطيه كمان حق الرد. ليش تعطيه قبل ما انا طلبتك في امور؟ لأن هو معني في الامر سيدي، واحنا معنيين بالامر. انت تحكي عن قانون. استاذ تسمح لي شوي، انت تحكي عن قضيه تهم كل الاردنيين، مش قاعد تحكي عن 120 او 100 امراه اردنيه متزوجات من غير اردنيين. لا. هذا قانون سيادي. اثنين، انت بتقول الاستاذ يقول محمد قاعد. انت قاعد السيد شهوان بلش الكلام وقابل مش معترض، وانا بدي اعطي الكلام لمحمد. محمد استاذ مصري، محمد استاذ مصري، الاردن مش مجبره فيه. خلينا نساله لأ الاردنيين. طيب. وابناء الاردنيات. نعم. انت قاعد تحكي حكي مع احترامي. طيب. هل الجمهور موافق على هذا الكلام؟ طبعا، ما انا قلت لك جمهور. طيب. موجه. خلينا انا نسأل الجمهور. هل الجمهور موافق على هذا الكلام؟ انت والجمهور حر. اذا جايب ناس كلهم متجوزين او لهم علاقه مع ناس متجوزين من غير اردنيين، هذا كلام مردود. الاردن حبيبي، وصلت الفكره. اسمح لي، لا ما وصلت الفكره لو سمحت. اسمح لي، وصلت الفكره. تحدثت الاردنيه لما وزت مصري عارف انه ما راح تعطي جنسيه. طيب. واحنا كنا بظروف، نعيش بظروف صعبه، احنا عندنا 120 امراه. انا لخلي المعنيين في الامر يتحدثوا. تفضل سيدي ام يحيى. انت حر. تفضلي لعندي. انت حر. انت اليوم كمان انا عندي 80,000 امراه متجوزه من. طيب. فلسطيني. نعم. الفلسطينيين اللي هون اذا اعطيتهم جوازات سفر كاني اجنسهم وكاني. طيب. اوطنهم وكاني اشتغل ضد فلسطين. وصلت الفكره. شو ردك؟ تفضلي. انت اردنيه اليوم. أنا أردنية متجوزة من مصر الجنسية يعني، بس أنا إلي حق. أنت لما تجوزتي مش عارف. لو سمحت أعطيها حق الرد إذا بتريد. أعطيها حق الرد. أعطيها حق الرد مثل ما سمعنا لك. إذا بتريد بتسمعنا. إذا بتريد أسألك سؤال. أنا بدي أسألك سؤال لو سمحت لي. تفضلي.
انت مثلا اردني تزوجت اي وحده ايه من اي من هيك اعطاني؟ طب نغير القانون ما في القانون لا ما بغير القانون لانه هذا قانون سيادي. يا ستي طولي بالك، انت بتطالب بالقانون ما وضع لمعالجه حالات شخصيه وحالات فرديه. القانون وضع لمعالجه الاعم الاغلب على مستوى البلد. ليس الاعلى صوتا نسمع له اليوم، انما نسمع للكل. تفضلي شو ردك؟ تفضلي. فاقدين كل شيء بالحياه، لاولادنا لبناتنا. ليه من حقي انا اردنيه؟ من حقي مثل الاردني. مثل انت ابنك مصري، هاي مصر. لا انا اذا رحت على مصر شغلوني. جرب تجوز اي وحده من اي دوله. هذا كلام اقول لك اطلع عليها. اسمعي، كل الدول العربيه ما في غير تونس منحت الجنسيه، بقيه الدول العربيه لا تمنع. مصر اول مصر. شو اللي اكثر شيء؟ اليمن. طب لو سمحت لو سمحت، شو اكثر شيء بيزعجك بهذا الامر سيد؟ انا اولادي بدي يعيشوا في هالبلد، بلد امهم الاردن، مثل ما الاردني بلده، الاردنيه برضه بلدها كمان، يعيشوا بعز وكرامه. ما حدا مطلع الاردنيه من بلدها. بلدك بلدي. ما بيطلع ابني. ابني لكن انت عارف تجوزي مع عائلتك مصريين. ابني ما بيعرف الا هالبلد، انولد فيها، تربى فيها. تفضلي تفضلي. اولا ما بعرف حدا. مش عارفه هلا يعني دخلنا في اكثر من موضوع لازم ضروري نرد عليهم. موضوع المزايا اولا بدي ارد عليه، وبعدين كمان يمكن احكي من اخر نقطه على السيده. اولا هي اردنيه، لها كافه الحقوق تتمتع فيها، لها الحق في اختيار الزوج. انت لما بتقول لها كنت تعرفي قبل، لا انت بتقولها لا، بتقولها اتزوجتي مصري خديه واطلعي برا البلد بهذا المعنى. ارجوكي ما تقوليني. اسمعيني هذا معلش، تقولينيش شيء ما قلته. قلت لها انت لما تزوجتي مصري عارفة انك اولادك راح يضلوا مصريين، ما قلت تطلعي برا البلد. معلش لو سمحت، هذا التطبيق العملي. اسمح لي، انت حرة. التطبيق العملي لكلامك يعني بانه على المرأة الأردنية ان تغادر بلدها حتى تعيش مع عائلتها، او هي تعيش بمصر ببلدها وزوجها يعيش هناك. انت قاعدة تستدري بعواطف الناس. لا يا اخي، هذا كلام. انا قلت انت او اي واحد تجوز واحدة، او اي واحد اي أردنية تزوجت غير أردني، عارفة انه اولادها غير اردنيين. طيب القانون لا يمنح الجنسية، ما قلت تطلع برا. معلش لو سمحت، انت اليوم كاردني بتتزوج من اي جنسية في العالم وبتعطيها الجنسية حتى انت قاعدة تجادلي قانون، انت محامية. لو سمحت سيد محمود، اعطيهم سيد محمود لو سمحت. على اساس رابطة الدم من جهة الرجل. سيد محمود اعطيهم حق الرد، في شيء اسمه حق الرد. انت ما فيك تقرر من صح وخطأ، هي إلى حرية الرأي والتعبير. لو سمحت حد اعطيها حق الرد اذا بتريد. استاذ محمود، احنا كلنا عارفين انه القانون الجنسيه قانون تمييزي يميز ضد المراه بعدم الاعتراف بانه يعطي الجنسيه لزوجها وابنائها. طيب. هذه مساله احنا متفقين عليها، ولكن هذا لا يعني ان نقبل بهذا الواقع لانه قانون الجنسيه يميز. والا كان كنا قبلنا، هاي نقطه مهمه احكيها. كان كنا قبلنا من وقت ما كان في عنا قانون جنسيه بانه كان النص يقول زوجة الاردني اجنبيه وزوجة الاجنبي اجنبيه، وكانت بالتالي المراه الاردنيه تخسر جنسيتها بمجرد تزوجها من غير أردني، وكانت المرأة الأجنبية تأخذ الجنسية الأردنية رغما عنها حتى لو ما كانت بدها الجنسية الأردنية. لكن واقع الحال والتطور أوصلنا أنه جرى هناك عدة تعديلات على قانون الجنسية احترمت رغبة المرأة الأجنبية في طيب. أنها وصلت الفكرة عروب. كيف مش صحيح؟ راجع تعديلات قانون الجنسية. مش صحيح. راجع قانون تعديلات قانون الجنسية. عندي قانون الجنسية عندي. كل تعديلات أنت تحكي كلام مع احترامي إليك بعيد عن القانون. القانون قال اسمعيني. طيب. القانون قال اول شغلي بس دقيقه بس اوضح شغله. القانون قال الاردني المتزوج من عربيه تمنح الجنسيه بعد ثلاث سنوات من زواجها، بعد ما تعدى غير الاردنيه بعد 15 سنه اذا استقر الزواج. استاذ انت تحكي غلط مع احترامي. لا اسمح لي، لا يجوز احنا نضحك على الناس. لا يجوز قانون. لا انت مش عم تسمع شو انا بحكي. لا انت تحكي غلط مع احترامي. انت مش عم تسمع شو انا بحكي. مش قانون اللي تحكي، انت تحكي. انا بحكي بتعديلات قانون الجنسيه. ما تعدلت، انا اللي عدلت. بس ما انا تعرف شو عم تحكي. انا عندي هيها موجوده طولوها. سيد محمود اسمعها يا شباب، على سيد قانون الجنسية. لا سيد محمود ممكن نشوف قانون الجنسية عندنا؟ اعطوني قانون الجنسية بتعديلاته. طيب. نتحدث عن ما صار. خلونا عليه اذا بتريدوا. ما صار عليه. طيب. تعديلاته من 54 لغايه 87 اخر تعديل جرى. محامية هلا وسيد هي مدير الجوازات، عندكم تعديلات هيك؟ وسيد محمود انا ملاحظ انهم مش سامحين لنا باي كلام ولا باي حديث. واذا اضطرينا استاذي، اذا اضطرينا على اذا اضطرينا بهذا الصراخ، هذا ليس صراخ حضاري. راجع قانون الجنسية. إذا سمحت، إذا سمحت ستي معلش، إذا سمحت يدخل على إذا سمحت. لو سمحتوا دي، لو سمحتوا في على الشاشة الآن قانون
القانون الجنسية. قبل ما تحكي على القانون قانون اسمح لي بدي احكي كلمة يا اخي. لا اعطيك الحق. من الاول ما حكيتوا انتم قاعدين بتتهاوشوا على وعد وعد وعد. اعطوني مجال خليني احكي. لا اعطيك بس نشوف موضوع قانون الجنسية. بعدين لما اجى انت ناديتني على مشان احكي انا في موضوع. طيب. اشترطت عليك انك تعطيني الاسئلة مسبقا حتى انا اجاوبك عليها. الان انت خرجت على النص وصرت تحكي في مواضيع اخرى. سألت. انا بدي اجاوبك أنا على الحكي اللي انت سالتني عنه من البدايه اذا سمحت. والله كلهم موجهه انت... لا لحظه طيب. علي خلينا معلش استاذ خلينا اسمح لي نروح على رواق. لا انا خلونا... شايفك مش رايق ولا الاخت رايقه ولا حدا رايق وانت رايق لا انتوا استفزتونا وانت رايق معلش اسمح لنا خلينا نجاوب. طيب انت مش حيادي خلوني... اذا بدك تفرض علينا اجاباتك طيب. انت مش حيادي بده يفرض علينا رايه احنا بدنا نضطر خلوني اذا بتريدوا اوكي خلونا نتفق على شغله اذا بتريد بلهجتك اللبنانية الألمانية اسمح لنا نحكي أول شيء خلينا باحترام لا بدي أحكي نتعلم نتعاون خلينا نتحدث باحترام نحكي. خلينا نتحدث باحترام السيد الكل قاعد نعم. بحكي الكل قاعد بيناقش وتاركني ما عمالي بحكي ولا أي شيء طيب. اسمح لي أحكي لك شغلة واحدة سيد شهوان خلينا سيد شهوان أول شغلي خلينا نضلنا بدون شخصنة الأمور ونحترم بعض ولك حق الرد واهلا وسهلا فيك انك موجود معنا أنا بدي يعني اذا بتريد لا خليك لا لانه انت من حقك اما انك تسمح لي احكي الان ليك انا بقول لك شغلي انا اليوم خليني اسمح لي بشغلي انا اليوم قائد الحوار انا اليوم قائد الحوار وسعيد انك تكون موجود معنا كنا عم نحكي عن قانون الجنسيه لاعطيك حق الرد بس خلينا لو سمحتوا بدون شخصنه الامور واحترام اراء بعض أوكي. ما في شخصنة أمور ولا في إشي أنت مع مالك تسمح لنا نحكي وجهة نظرنا ولا ننقل الواقع اللي إحنا موجودين فيه لحريق هلا طب احكي تفضل استغفر الله العظيم تفضل أخي الكريم أنا مش معني أنا المذيع أحكي للسيدات الموجودات هنا أنا وأي مواطن أردني ها سواء كان ذكر أو أنثى أو أيا كان نخضع للدستور الأردني والقانون الأردني صحيح طيب بالضبط طيب. احنا نتقيد بما يملي علينا المشرع الاردني لا. اذا انت بحاجه انه المراه الاردنيه انه تجنس ابنائها هذا لا توجهه لي ولا لسعاده النائب ولا لغيره تروح توجهه للمشرع الاردني طيب. هنا التشريع تحدثنا عن موضوع التشريع عروب لحظه الفكره لا اسمع كمان عروب خليني اكمل الفكره كمان باختصار لو سمحت ما انت مش معم مالك تعطينا مجال خلينا نستغل الوقت باختصار تفضل الان انا بحكي لك وبكرر لك اياها انت سالتني عن رايي الشخصي انا قلت لك انا بحتفظ برايي الشخصي طيب. لعده اسباب اما انا بقول لك انا كاردني ها خاضع للقانون الاردني وللجنسيه الاردنيه وصلت الفكره اسمح لي اكمل وصلت الفكره اريد ان استمع الان الى عروب حكينا عن موضوع التشريع والان ممكن تردي على الموضوع هل تطالبون بتعديل هذا الامر بدي اكمل على اللي حكاه الاستاذ فواز صحيح لا. نحن جميعا خاضعين للدستور والقانون الاردني وهذا لا يمنعنا ابدا لانه لا يوجد شيء يقول ان القانون والدستور مقدسين هناك طرق كثيره لاعاده كتابة للتعديل لإعادة كتابة القوانين ولإعادة أيضا كتابة نصوص الدستور لا. لذلك نحن كناشطين وكمجتمع مدني وكأناس نؤمن بحرية وعدالة قضيتنا نطالب بتعديل القانون ونطالب بتفسير الدستور المادة السادسة التي تقول أن الأردنيون أمام القانون سواء هل الأردنيين هم الرجال فقط أم الرجال والنساء طيب. إذا كانت الرجال والنساء إذن قانون الجنسية قانون غير دستوري طيب إذن قانون غير دستوري أنت يعني من قبل ما بدأنا الحلقة جيتي دعوة عامة ولا نحن جبناكي؟ لا دعوة عامة على الفيسبوك دعوة عامة على الفيسبوك عندي سؤال لإلك قبل ما بدأنا قلتي لي أنت حابة تحكي عن قصتك شو لما سمعت اليوم الكلام اللي موجود هون شو ردت فعلك أنت وشو القصة اللي عندك إياها؟ هلا مبدئيا هم قالوا الرجال الموجودين قالوا انه الاردنيين المراه ماخذه حقوق متساويه مع الرجل الاردني انا في قصتي لحالي بس سمحتوا ضيوفي مثل ما سمعت لكم خليك كمان اسمعوا لها اذا بتريدوا انا بقصتي لحالي بس بقدر اثبت انه ابدا ما في مساواه بين الرجل والمراه انا والدي متزوج من غير اردنيه والدتي غير اردنيه لكنها بتحمل الجنسيه الاردنيه انا اليوم تزوجت من غير اردني لكن بكره اولادي ما رح يحملوا الجنسيه الاردنيه وهاي البيت الصغير بدل على انه كيف في تمييز بين الرجل وبين المراه السيد حباشني محمود حباشني بيقول انه الاردن مش مجبوره بالمصريين لانه هذا الشاب مصري لا يا سيدي الاردن مجبوره بأي مواطن أردني
سواء كان رجل أم امرأة ومجبورة بأطفالهم، مش أنت أو غيرك اللي بتقرروا إنه الشاب هذا وين يروح يعيش، مش أنت اللي بتقرر بتقول له روح عيش بمصر. تعطيه تفضل حق الرد. تفضل تفضل. يعني أولا مع كل الاحترام لحضرتك، المساواة لا تنطلق فقط من قاعدة واحدة، المساواة عامة وشاملة. أعتقد أن المرأة الأردنية أخذت حقوقها، وأنا بدي أعترض على قضية حكاها المدير أن الأردن بآخر الدول في حقوق المرأة، هذا كلام مش صحيح. الأردن الأول عربيا بعد تونس بحقوق المرأة، والأردن من أوائل الدول بالعالم بحقوق المرأة، والمرأة دخلت معترك الحياة، المرأة دخلت الست، المرأة مش أنت لحالك ولا عروب ولا ستالة، المرأة الأردنية موجودة بالمخيم وبالريف وبالبادي وبالقرية وبالمدينة. خليني أحكي، معلش 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 معلش، المرأة سيدي الآن موجودة. أنا عندي سؤال لك، عندي سؤال لك، بس دقيقة. ممكن المرأة الآن موجودة بالقرى، نرى الآن على الشاشة حتى نحكي بالحقائق والأرقام. مؤشر الفجوة بين الجنسين في الأردن، هذه الأرقام حسب مؤشر الفجوة. وإذا بتريد عندي طلب منك توطي صوتك شوي، إذا بتريد توطي صوتك، لأنه هيدا أيضا من احترام الإنسان، من احترام المرأة، من احترام الرجل، أنه توطي صوتك. أنا بعرف الاحترام، إذا بتريد وطي صوتك شوي. أنا صوتي هيك أستاذ. إذا بتريد وطي صوتي هيك، صوتي إذا صوتك هيك بس مع ذلك. شو رأيك أغير حالي مشانك ومشان برنامجك؟ أنا صوتي هيك بحكي هيك. إذا مش عاجبك لويش دعيتني؟ طيب. أنت ناديتني من الكرك مشان أجي أشارك ببرنامجك يا زلمة. طيب. بدي أجاوب على الست لو سمحت. المساواة بالنسبة. المساواة ليست فقط بقانون الجنسية. سيدي قانون الجنسية قانون سيادي، خلينا نفهم شو معنات قانون سيادي. أنا ما قلت إنه أولاد الأردنيين يطلعوا برا، أنا قلت أنا ضد تجنيس أبناء الأردنيات، ضد أبناء الأردنيات من غير الأردنيين. أوكي. لأنه الأردن وصلت الفكرة. بس بدي أسألك سؤال. الأردن لها ظروفها السياسية ولها ظروفها الاقتصادية. الأخ مصري بده يشتغل، مهم أردنيين مش لاقين شغل، لما نشغل الأردنيين وبعدين نشغل المصريين. هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء الفاضل. أستاذ مصر أولى بيك مش أنا. بدي أسألك أولا، هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء لا يعني أوكي إنه إذا في أردنية مش ملاقي شغل، لا يعني إنه ابن الأردنية ما بدنا نعطيه شغل لأنه هو مش أردني. هو أساساً بالحق يفترض إنه يكون أردني. موضوع البطالة مشكلة تانية بتحلوها بطريقة تانية، إلها أسباب وإلها أمور تانية نحن ما بنقدر نحكي فيها. لكن أنا بس اللي بدي أحكي لك إياه إنه يعني إذا هون إحنا كلياتنا معتبر يعني تم اتهامنا بأنه إحنا موجهين، وتم اتهامنا بأنه إحنا لا نمثل المرأة، وتم اتهامنا بكتير شغلات، وبالآخر بحكي لك إنه في مساواة بين المرأة والرجل. أنا بصراحة يعني ما بعرف إيش ممكن الواحد يعلق على هالكلام. شكرا لك، شكرا. تفضلي. أريد أن أعيد مرة ثانية إنه الأرقام التي ذكرناها هي حسب ما نراه الآن على الشاشة. الأردن في المركز 9 من بين 14 دولة عربية، والأردن في المرتبة 135 من بين 144 دولة في العالم، أي في المراتب العشر الأخيرة حسب ما نرى الآن على الشاشة، وهذه حسب مؤشر الفجوة بين الجنسين فقط، لحتى يكون في توضيح للكلام يلي عم ينقال. بس أسألك من وين أستاذ محصائتك؟ إذا شفناها على الشاشة إحصائية عالمية بدي اسمع لها وبعدين برجع لك إذا بتريد. تفضلي. بس بدي أعلق. أوكي. أنا اسمي ديما الخرافشة. هاي المقياس بتاخد أكتر من خلينا نقول من محور المشاركة الاقتصادية والتعليم والصحة والمشاركة السياسية. صحيح. هلا المشكلة نحن منواجه قانون ليس بالمقدس كما تفضلت السيدة هالة، وبرضو كما تفضل الأستاذ محمود هو يعني من أهم المشرعين اللي كانوا بفترة في مجلس النواب الأردني. لكن زي ما كان في تعديل على كثر من القوانين اللي بتصب في مصلحة المواطن الأردني، واجب على المشرع الأردني اليوم أن يكون مع المواطن الأردنية في حقوقها وواجباتها. المادة اللي أنت ذكرتها في الدستور رقم 6 بتقول لك اليوم أن المواطنين الأردنيين سواء بلا تمييز أمام حقوقهم وواجباتهم. المفروض يكون في تفسير تشريعي من محكمة دستورية لليوم لنعرف أنه المواطنة الأردنية هي أصلاً مواطنة ومعترف فيها في الدولة الأردنية أو لا. المفروض أنا اليوم أختار زوجي وشريكي في المستقبل حسب رأي المشرع الأردني أو لا. شكراً لك. أريد أن أعرف من الجمهور موافق أن لا تحصل المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني أن يحصل أبنائها على الجنسية. مين عندك هذا الرأي؟ أنت صاحبة هذا الرأي، تفضلي لو سمحتي إذا فيك توقفي وتقولينا ليه بتمثلي هذا الرأي.
أول شيء موضوع السيادة هاي بتخص يعني الدول وكأنه كتشريع موجود. هلا بالنسبة للمرأة إنه تحصل على إنه أولادها بيحصلوا على الجنسية الأردنية، كمان حق الزوج كمان بنفس الوقت إنه يكون أولاده بنتموا إله. طب إذا يعني أولادها انتموا إلها، طب الزوج يعني شو بالنسبة لجنسيته، شو بالنسبة إله لدولته؟ فأنا يعني إنه عندي سؤال لإلك، أنت اليوم بتشوفي بهذا الأمر تمييز ضدك كامرأة، كفتاة، كسيدة، أنه الرجل يسمح له، يؤخذ له بأنه يحق له هذا الأمر، بينما أنت كسيدة لا يسمح لك؟ ما بتحسي هذا التمييز اتجاهك، ولا بتعتبري لا الدولة عارفة شو عم تعمل؟ لا مش تمييز، هي مجرد أمور بتخص الدول وأمور بتخص السيادة، ويعني هو كمان بالآخر أن أولاد بيكون تابعين لأبوهم، فهم أتوقع أنه بتخص الجنسية بترجع للأب مش الأم. إذن شكراً لإلك، استمعنا إلى بعض الآراء. تفضل، ما يهمك، استمعت عندما سمعنا، عندما يعني لما سمعنا إلى السيد خرابشي اعترضت، قال لك أنه المتزوج من مصري، المتزوجة من مصري يروح على مصر، شو بتقول له أنت اليوم؟ طب يعني أنا بدي أول شيء أعطيكم العافية وشكراً لكم لاستضفتونا. إذا بقدر يعني أنه أنا إيدي في النار، وأنا اسمي يحيى، أول شيء إيدي في النار، وإذا بقدر يرحل 71 ألف مواطن ابن أردنية، أنا إيدي في النارك عمي رحلنا، وأنا بكون ممنون إلك. ولا أنا إيدي في النارك إذا رحلنا. بس وفي كانت مشكلة واجهتني قبل أسبوع، يعني إنه أنا كنت منتقل من جامعة لجامعة وظل لي شك عندهم، فروحت على البنك وعطيته الهوية كموظف بنك، يعني مسك الهوية هاي قال لي هاي مش معترف فيها. طب أنا هاي هوية أصدر المزايا هاي لا أعطتني إياها مزايا، يعني أنا دولة بتصدر هوية غير معترف فيها على أي أساس؟ وهي من جهة أحوال مدنية، وهي رئيس الأحوال المدنية أصدرت جهة هوية غير معترف فيها في بنك، بنك أي بنك المزايا نسمع، وهوية غير معترف فيها رد على المزايا، وبعدين بدي انتقل لمحور ثاني. شو بترد عليك كمان مثل ثاني؟ والله أنا بدي أرد عليك أنت أولا قبل ما أرد، بدي أرد عليك أنت أولا قبل ما أرد على الآخرين. اسمعني أحكي لك، إحنا أردنيين وانتمائنا لهذا البلد كلنا، سواء كان نساء ولا رجال ولا غيرهم. أنا اليوم مش جزء، أنا اليوم أدير الحلقة. لازلت أنت ما بتدير، أنت ما بتدير، أنت قاعد منحاز إلى المرأة ومنحاز إلى الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. أنت مش عادل ولا تدير البرنامج بعدالة يا أستاذ. يا سيدي معلش، إحنا أخذنا الحق منك غصب. سعادتك شوف أحكي لك، احنا والله انا لا بدي اتهمك انك منحاز للمراه، ولا المراه هي اخت، عشان نسمعك، المراه هي اختنا وامنا وشقيقتنا، وهي شقيقات الرجال، وهن قامن وبنن. طب لماذا لم تحصل حتى اليوم؟ اسمعني خلنا نكمل يا اخي، بس ليه بتعيط؟ لماذا لم تحصل اذا اليوم ما انت قاعد تقطع المراه الاردنيه على حق انه تعطي الجنسيه لابنائها؟ لا بس ما انا عندي سؤال، انا اليوم مش انا عندي اسئله، خليني احكي لك. انا فصل بالموضوع، ادخل بسلب الموضوع لو سمحت. انا بحكي لك شغله واحده، انه الاردنيات هن شقائق الرجال، واحنا بنعتز بكل اردنيه موجوده سواء كانت داخل الاردن ولا خارج الاردن. اذا كنت تعتز لماذا لم تحصل اليوم المرأة وانا بسالك الأردنية، لماذا لا تتركني اكمل عبارتي؟ لانك تشرح لي بعض الامور ومن حقك مذيعا اسال. طب خليني اكمل وبعدين اسال. يعني ما طب طول الوقت عم تقول لي خليني اكمل واستفسر، بيجي لاسالك تقول لي خليني اكمل واستفسر. اعطيني مجال، جاوبني على اسئلتي. اعطيني مجال، اعطيني مجال ولا اضطر انسحب؟ شو رايك؟ بتمنى انك تكون موجود معنا، بس لا كمان لا. في قواعد للبرنامج، اذا بتريدوا، اذا بتريدوا لاعطيك المجال ولا حنتقل لموضوع اخر. تفضل. انا بحكي لك شغله واحده، انه احنا الاردنيين والاردنيات سواسيه امام القانون. هذا كواقع غير صحيح، هذا قواقع غير صحيح، لانه محاميه، هل ما يقوله صحيح امام القانون سواسيه ام لا؟ ولعلمك انا دارس القانون كمان. لا طبعا، النساء والرجال ليسوا متساوين تماما امام القانون، هناك العديد من التشريعات. اذا ربنا سبحانه وتعالى ما سواك بالرجل، كيف القانون والدستور بده يساوي؟ لا اسمح لي لو سمحت، اذا سمحتي انت سمحنا لك، حكيت كثير، حكيت انت من يسمح لها، انت حكيت بما بي لها، انت من يسمح لها، هو اللي بيعطيني، لست انت من يسمح لها، هي لديها حريه القرار، لست انت من يسمح لها. اوكي لو سمحتوا اسمحوا لي، هناك
العديد من التشريعات التي تميز ضد المرأة. دكتور محامية هلا اسمحوا لي، والله طيب اسمحوا لي اسمحوا لي نعامل بعض باحترام إذا بتريدوا. لا هلا فعلا ما راح اسمح لك لأنه الكلام لا تفضل. هناك العديد من التشريعات التي لا زالت تميز ضد النساء ولا وهي في مخالفة، منها قانون الجنسية الذي ترفض تعديله. ما حدا تفضل. منها قانون الجنسية على سبيل المثال. لا لو سمحت. واللي يمنحك ميزات وقانون طيب. العقوبات اللي يعفيك من العقوبة. أعطيها كل القوانين أعطيها حق الرد. أعطيها اسمع لها إذا بتريد اسمع لها إذا بتريد اسمع لها. قانون العمل الذي تقول أنه أعطى للمرأة مزايا أكثر، هو لم يعطي للمرأة مزايا أكثر، لأن إجازة الأمومة طيب. وساعة الرضاعة هذه من حق الطفل وليست منا تقول أنها قد أعطيت للنساء. هذه مسألة مهمة. لا يوجد نص في قانون العمل ينص على ضرورة الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، لذلك تجد فجوة في الأجور بين في الرواتب بين عمل الرجال والنساء. حتى قانون العقوبات مع الإيجابيات والإنجازات التي تم تحصيلها نتيجة لنضال الحركة النسوية والحقوقية في الأردن، لكن لا زال هناك العديد من البنود التي تميز ضد النساء في قانون العقوبات. طيب عروب لو سمحتي بدي انتقل لمحور آخر، ولكن قبل ذلك موضوع منح الجنسية لأبناء، شو الخطوات المطلوبة اليوم لحصول المرأة الأردنية تسمح أن يعطيها تعطي الجنسية لأبنائها؟ نحن كناشطات وناشطين في هذا المجال نطالب بالكشف عن جنسية أبناء الأردنيات. نعتقد أنهم دستوريا أردنيون لأن الدستور ساوى بين الرجال والنساء، لذلك من وجهة نظرنا نطالب الحكومة بالكشف عن جنسية أبناء الأردنيات وليس إعطائهم الجنسية وليس تجنيسهم، هي ليست تجنيس، هي كشف عن جنسية. سيد شهوان لو سمحت أيضا شو الخطوات المقبلة؟ لا تفضل. شو الخطوات المقبلة اللي رح تعملوها في سياق طلب اللي عم تقول عنه عروب؟ أنت ما بتسألني أنا شو أنا اللي أنا بدي أعمل. أنا قلت لك من البداية أنا كدائرة أحوال مدنية وجوازات فقط في الأردنيين وأبناء الأردنيات في يعني تنتظروا تشريعات. معلش اسمح لي أكمل. الله يرضى عليك ويطول عمرك ويجوزك ربنا أربع نسوان هيك مع بعض شايف. بعيد مرة تانية دون شخصنة الأمور. لا خليني أكمل. تخطي في حدود معينة بين المذيع والضيوف. أنا بتمنى نحافظ عليها وأنا بتمنى أنك أنت تحافظ على حقنا في الرد. تفضل. أنا بحكي لك شغلة واحدة، إحنا الآن لدينا مشكلة قانونية ودستورية. الدستور الأردني والمشرع الأردني لم يعطي للمرأة حق تجنيس أبنائها. إذا أعطاها حق تجنيس أبنائها بده يعطيها حق تجنيس لزوجها. خليني أكمل لك الآن. إذا هل صدر ممكن تغيير هذا الأمر حسب المطالب؟ يعني عرفنا أنه هذا واقع بس ممكن تغيير الأمر؟ بعض الدول العربية كان لديها هذا الأمر وغيرته. اسمحني أحكي لك. كل شيء قابل للتطوير في الأردن. الأردن من الدول المتقدمة في التطوير في قوانينها في أنظمتها في تعليماتها. وأنا بشعر أنه كثير، أنا عندي ما يقارب 91 ألف أردنية متزوجة من غير أردنية، ولذلك هم أبناء الأردنيات. شكراً للتوضيح. لا خلينا أكمل في نقطة باختصار لأنه بننتقل لموضوع تاني. خلينا باختصار تفضل. الآن أنت بتعرف قبل 2014 لم يكن هناك أي حقوق لأبناء الأردنيات، لكن حصلوا على بطاقة حصلت البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأصبح من حقهم العمل والإقامة. إذا سمعتي العمل ليس بالوظائف الحكومية. هذا استطيعوا. طيب هذه أريد آخر سؤال بخصوص هذا الأمر. البطاقة أعطت الحقوق كاملة ولا لا؟ لم تعطي الحقوق كاملة. والسبب أنا أريد فقط أن أعيدك عطوفتك لقرار مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء قال في التعليم، قال في التملك، قال في رخص القيادة وفي عدة مسائل كما تم الإشارة إليها، ولكن في كل بند منها أشار للقوانين السارية والنافذة. طيب. وهذه القوانين السارية والنافذة لا زالت تعاملهم كأجانب. رخصة القيادة فقط الرخصة الخصوصي. إذن حتى هذه المزايا أريد يعني أفرغت منها. محمية هلا أريد أن ننتقل إلى موضوع. إذن باختصار يعني موضوع آخر. أرجوك تقبل نقدي إليك. إحنا هون
مش قاعدين لا نشخصوا الامور ولا لاي اعتبار، احنا جينا انسوني حتى انسوني نحكي انا خلينا نحكي عن موضوع الحلقه اليوم. ارجو ان تدير النقاش بحياديه ونزاهه. تفضل. مع احترامي لحضرتك. تفضل. ثانيا استاذ، المراه الاردنيه بالاردن اخذت كامل حقوقها، حق الجنسيه انها تمنحها لابنائها هذا حق سيادي للقانون، المشرع الاردني لديه رؤيه، بس خلينا نكمل يا اخي. احنا عندنا 91، انا معلوماتي يمكن 120، اسعفنا عطوفه الاخ قال 91، ال 91 الف منهم 80 الف امراه مزوجات من اخواننا واشقائنا ابناء فلسطين، ابناء فلسطين لا يجوز اني اجنسهم، هذا تامر على فلسطين وتوطين. اسمح لي خلينا اكمل، انت فورا رحت للديت يا اخي، خلينا بدي يكون في حوار يعني، مش حوار هذا. طيب طب ما انا ما حكيتش لسه يعني. طيب. هو خاطرك كمان الحوار. طيب. ما هي وضحت النقطه اخي. طيب. انا عندي 80 الف امراه متزوجات من اخواننا واشقائنا ابناء فلسطين، ابناء فلسطين المقيمين هول لا يجوز تجنيسهم. وصلت. اذا جنستهم انا اتامر على فلسطين. وصلت. احقق حلم شارون بالوطن البديل. وصلت. وصلت توقيت. الفكره. بدي أقول وصلت لك. الفكره دكتوره هلا ما يقوله رايك انت تفضلي محاميه. احنا اجتمعنا لا دقيقه مش على خاطرك، احنا اجتمعنا انا اليوم ندير الحوار بتعطيها حق الرد اذا بتري. اسمعني يا اخي في معلومه لازم احكيها. تفضل. وزير الداخليه والاخ يعرف السلطه الوطنيه الفلسطينيه طلبت ان لا يتم تجنيس اي فلسطيني او اي شخص له علاقه او شخص له علاقه بالسلطه الوطنيه. طب لماذا يتم تجنيس المراه المتزوجه من اردني؟ هي اردنيه اصلا. لا فلسطينيه. اذا كانت فلسطينيه هي اردنيه بحكم القانون. طيب. هذا القانون. طب لماذا المراه يا أخي مره اسمعني. اخرى لماذا المراه وليس الرجل؟ انت والحضور بتكيش تسمع الحكايه يعني التشريع في لجنه التنسيق يا اخي في قرار. طيب. فك الارتباط. شكرا. بس دقيقه. وصلت الفكره. وصلت الفكره. وصلت الفكره. شكرا يا استاذ. خلنا نكمل. راح تكون معنا فك الارتباط. شكلت لجنه اسمها لجنه الجنسيه، لجنة الجنسية من مسؤولين فلسطينيين وأردنيين طلبوا من الأردن عدم تجنيس كل من أولا المرأة الأردنية، المرأة الفلسطينية، المرأة الأردنية التي تتزوج من فلسطيني، كل من يحمل هوية، كل من يحمل تصريح لم شمل. طيب. كل من يحمل رقم وطني فلسطيني، كل من له علاقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، كل من له علاقة. وصلت. وصلت. وصلت الفكرة. تفضل. طبعا سيادي. طبعا سيادي يعني وصلت الفكرة إذا بتريد. طيب شكرا. يعني هو أنا مشان 20-30 وحدة بتخرب الأردن وتنسش الأردن. اسمح لي أولا خاطر. اسمح لي أحكي لك أولا لا يتعارض مع فكرة حق العودة ولا يتعارض مع فكرة لا يتعارض. اسمح لي. يتعارض مع التوطين كمان. لا مش لا خاطر. طيب. معلش اسمح لي. اسمح لها. اسمح اسمح لي. اسمح لي. فعلا نحكي. طيب أنا عندي فكرة إذا بتريد مثل ما عم يسمعوا لك اسمع لهم لأنه دايما بتعترض بتقول ما عم تسمعون لي ما عم تسمعون لي. اسمع كمان إذا بتريد. تفضلي. أولا وفقا للقانون الدولي اللاجئ الفلسطيني له مركز قانوني مميز وبالتالي هو ليس كأي لاجئ، إذا تجنس بجنسية أي بلد آخر فبالتالي يخسر موقعه كلاجئ فلسطيني. يستطيع اللاجئ الفلسطيني أن يكون أردني وأن يكون أمريكي أو ألماني أو أي جنسية أخرى ولا يزال ويملك حقه في العودة إلى فلسطين. هذه مسألة لا مش ما عدا الأردني. حقوق النائب. وصلت الفكرة. أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر ولذلك أشكر السيد شهوان لوجودك معنا اليوم في الحلقة. بحمد ربي اني طلعت من هالحلقة. اهلا وسهلا فيك وشكرا لك. شكرا. وايضا محامية هلا شكرا لوجودك معنا. اريد ان انتقل الى موضوع اخر. خلال وجودي هون حسب ايضا ما قيل بانه ليس فقط القانون من هو ذكوري انما ايضا المجتمع، لذلك تجولت في وسط البلد وسألت سؤال واحد خلينا نشوفه من خلال التقرير. أنا الآن موجود في العاصمة الأردنية عمان وبالتحديد في وسط البلد وأريد أن أسأل الشباب هنا شو بيعملوا مثلا إذا أخته قررت أنها تريد العمل أو تريد الانتقال إلى مدينة أخرى أو يكون عندها هي حرية القرار وحرية الرأي. طبعا ما بصير لأنه ما بتطلع المرأة من بيتها إلا بمحرم. طب ما أنت بتطلع بدون محرم. أنا زلمة وهذا ربنا ما ذكره أو الرسول كمان عليه الصلاة والسلام ما ذكره انه الزلمه يطلع بمحرم. شرفنا يا زلمه ممنوع. اذا عم تقول شرفك اذا اختك اشتغلت شو بياثر هذا على شرفك؟ ممنوع يا زلمه، في زلمه بالضروره بيشتغل. يعني الرجال عاد بيطلع يعيش لحاله بيشتغل واه بيقدر. عرفت؟ ايه المراه يعني شويه. ليه يعني خليني افهم. ما هي العادات والمجتمع اللي عندنا. اذا كان مثلا مكان مؤمن او شيء طبيعي، حياه طبيعيه مش في مكان حروب، طبيعي جدا عادي. وين صفت الرجوله في الموضوع؟ شو خص رجولتك بعمل اختك؟ شرفي. شو يعني؟ يعني الشرف غالي. شو معناتها شرف؟ يعني كيف بدي احكي لك؟
يعني فيش رجوله لما اخلي اختي تبات برا الدار عشان تاخذ مصاري وشغل. طيب واذا قلت لها انت ممنوع وهي قررت تروح تشتغل، لانه بالنهايه انت عندك راي، بس هيدي حياتها هي. بطخها تريح منها. يعني بطخها؟ يعني بموتها. ومين بيعطيك هذا الحق؟ ابوي واخواني وعمامي وقرايبي. بتشوف هذا الحق ما بتشوفه خطا جدا؟ لانه انت كيف لك ممكن تقتل حدا؟ لا مش غلط، حقها وعرضنا يا زلمه. شو مالك؟ لا عم تحكي مزح ولا عم تحكي جد؟ لا جد والله جد. بس الوضع مش مضحك، لانه هي لحق كمان تتصرف مثل ما بدها. ممنوع يا زلمه، بنتها يا زلمه. خروج المراه للعمل في الساعات بالليل المتاخره هذا مش محبوب يعني بين احنا كناس شرقيين، يعني مش مفضلين يعني. ليه؟ احنا كشرقيين هيك عاداتنا وتقاليدنا يعني. يعني بدون ليش؟ في شمس اوكي، واذا ما في شمس لا. قناعات، احنا قناعات عنا يعني. اشرح لي عشان نفهم. ما فيش عندي شرح والله. إذا استمعنا إلى آراء مختلفة من الشباب هنا في وسط البلد، سعيد أن ينضم إلينا الآن المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا الآن سيد فواز الرتروت. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. يا أهلا وسهلا، وسعيد أن تنضم إلينا أيضا لينا، وأنت المسؤولة عن نادي شي فايتر يلي هو بيقوم ب نادي دفاع النفس للمرأة في الأردن. دفاع عن النفس الأوسط، أول نادي دفاع النفس للمرأة في الأردن والشرق الأوسط. يا أهلا وسهلا فيك لينا، وأهلا بالسيد رتروت. لينا استمعنا إلى آراء مختلفة اليوم من الشباب الأردني. طبعا. أنت شخصيا لما بتسمع هيك آراء، طبعا لا يمكن التعميم لأنه هي كل شخص طبعا بيمثل نفسه، شو بتفكري؟ هلا أنا أول ما أسست النادي اللي هو دفاع عن النفس للمرأة، هلا أنا خبرتي بفنون قتال التايكواندو والكونغ فو، بلعب أكثر من رياضة. طبعا أسست المركز عشان أوقف العنف على المرأة والتحرش على المرأة، عشان برضو إذا بنرجع بنحكي إنه الأردن فيها نسبة تحرش وعنف أسري عالية. فلما أسمع هذا الحكي طبعا أنا بسمعه دائما، يعني تقريبا بسمعه، إذا بدك تسمعه، إذا بدك تسأله لأي شاب أو أي حدا بالشارع على السريع بحكي لك مثلا إنه المرأة ما لازم تشتغل لحالها، عشان أنا نفس الشيء أنا بعاني من نفس المشكلة اللي هي أنا بوظف نساء عاملات، عندي 100% نساء، يعني من القوى العاملة نساء، بتركوا عندي بموضوع إنه زوجها مش سامح لها تشتغل، أو أخوها قالها ممنوع تتأخر للساعة 8، أو أبوها منعها تتأخر. فهذا عندي الموضوع لصار إنه درجة صار نفسي أشغل ناس من برا، أجيب ناس من الفلبين وأحطهم بالأردن وأشغلهم، عشان عندنا المرأة مقموعة كمان من ناحية العمل. من ناحية تانية في سيدات يعملنا وعندهم كانوا بالوزارات ولا بالنواب، وبيكون عندهم أيضا حرية التنقل وحرية يعملوا يعني تمام. هلا النسبة بالضبط يعني انت بتواجهي بس جهة واحدة، لانه في جهة اخرى كمان. لا هلا النسبة كمان اذا بتطلع بالنسبة للقوى يعني العاملة، المجتمع يتكون من طبقات مختلفة، في كل طبقة تجد هناك من يعطي المرأة مجال ومساحة اكبر من غيرها. بالنسبة للطبقات المتوسطة والأدنى، المرأة في معظم الأحيان لا تعطى حقها. نتيجة ماذا؟ نتيجة الذكورية، قمع الذكورية الشديدة الموجودة بالبلد. طب عم نشوف، تحدثتي عن موضوع العمل، عم نشوف نسبة البطالة الإجمالية هي 18% اليوم، بين الإناث 33.9 وبين الذكور 13.4. إذن بين الإناث واضح أنه أعلى بكتير، على الرغم إذا تحدثنا اليوم عن التعليم المتخرجات عددهم المتخرجات في الأردن عددهم أكبر من المتخرجين، متفوقات أيضا في الدراسة حسب الأرقام، ولكن على أرض الواقع في بطالة وفي صعوبات للسيدات. أنتم اليوم من وزارة التنمية الاجتماعية نرى الآن على الشاشة نسب الالتحاق للإناث في الجامعات والأرقام، ماذا تفعلون عمليا على أرض الواقع لتغيير هذه الأرقام؟ احنا لدينا العديد من المبادرات، بعضها توعوي، نعم، حقوقي انساني، منصب على تحسين مكانه المراه ووضعها، وبنعبر عن ذلك من خلال حملات التوعيه المجتمعيه. وفي ان لدينا دور حمائي بنمارسه عند السيدات اللي هم لهم ظروف واحتياجات خاصه، كتلك السيده او الفتاه التي وقع عليها عنف من زوجها او اخوها. نعم. نتعامل بالمناسبه، خلينا نركز على الايجابيات في الاردن، يعني في ايجابيات كثيره. الاردن قد يكون الدوله الاولى في موضوع حمايه المراه بموجب القانون، فهذا العام صدر قانون الحمايه من العنف الاسري يا سيدي بموافقه البرلمان.
أيضا أنه هو كان في سنة 2008 لكن عدل وطور وتم تطويره في هذا العام. أيضا لدينا خليني أكمل لدينا دور للوفاق الأسري لتحمي المرأة، وبالمناسبة النسب قليلة، الأعداد قليلة، وتحمي الأردنيات تحمي الأردنيات. نعم خلينا نكمل يا سيدي. لا خليك بس عم نسمع وفي حلو البعض أحيانا يسمع على الآخر. دور الوفاق الأسري تتعامل مع المرأة في الأردن بصرف النظر إن كانت أردنية أو غير أردنية. طيب نحن بموجب يعني في هذا في أي جلسة يجب أن نتكلم على الأشياء السيئة والأشياء الجيدة كما تفضلت، ولكن صح مع كل التعديلات اللي حصلت على قانون الحماية من العنف، لكن هناك تسويات كثيرة تحصل قبل أن يحصل القضاء، قبل أن تصل إلى آخر يعني قبل أن تصل المشكلة إلى القضاء، وهذه مشكلة كبيرة وخصوصا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. سيدتي هذا الكلام غير دقيق، لأنه احنا سنويا نتعامل مع 3000 حالة، 600 منهم تدخل إلى دور الوفاق، وحينما نتعامل مع الحالة أتحدث عن دور عن دور للشرطة وللقضاء وللحماية الاجتماعية. لينا الإحصائيات صحيحة. ليش أنا دربت 15000 سيدة في الأردن وكلهم بيجوا لي للتدريب من العنف الأسري والتحرش الجنسي والتحرش يعني ما حد بالمناسبة اللي تحكي مش منطقي مع احترامي لحضرتك خليها تخلص كلامها إذا بتريد وبعدين لك حق الرأي ما بصير نشوه صورة مجتمعنا هي كل شخص يعبر عن نفسه اذا بتريد لينا تفضلي لينا تفضلي لا بعد ما انتهت من كلامها بس انتهي من كلامها تحكي كثير من حقها تحكي تفضلي لينا لو سمحت معلش انا بقرر تفضلي لينا عشان نعرف نحكي لينا تفضلي جايبني هون اذا جايبني مشان ما احكيش انا ما بقبلك مش تقرر لا مش على خاطرك على خاطري انا كمان احكي مثل ما اهلا وسهلا لا يا فيز تفضل كمل تفضلي ستي لما اسست المركز بالنسبه للدفاع عن نفس المراه في الاردن اتوقعت انه طبعا انه يكون بالنسبه للتوعيه للمراه حتكون كثير صعبه بس صار نسبه اقبال عندي شديده بالنسبه للبنات عم بتعرضوا لتحرش عم بتعرضوا لعنف اسري في بنات عم بيجوا ببلغوا عن حالات في منهم بيروحوا لحمايه الاسره ما بحكي انهم ما بيروحوا لحمايه الاسره بس ايش الحل فعليا لما تتعرض البنت للتحرش بالشارع ايش تعمل او تتعرض للعنف على السريع تصير تعيط وتاكل ضرب على راسها ولا توقف وتدافع عن حالها زيها زي اي انسان طيب الاحصاءات الرسميه تقول ان العنف الجنسي اقل انواع الحدوث يعني بتحكي بتعامل سنويا احنا مع 100 حاله هذول اللي ببلغوا في منهم ما ببلغوا طيب جيد انت بتحكي عن نظام حماية كامل خلينا اعرض بس بعد بما نتحدث عن الارقام ندخل بعد الارقام اذا تحدثنا عن العنف ضد المراه الاردنيه في عام 2016 في 168 حاله اغتصاب النساء قتلت 37 امرأة منهن 5 ضحايا جرائم شرف 483 قضية هتك عرض 27 قضية خطف 19 قضية شروع بالقتل وهي من محكمة الجنايات الكبرى هنا في الأردن وأيضا إذا كمان الجدير بالذكر انخفاض جرائم في القتل الأسرية سنة 2017 16 امرأة ضحايا جرائم القتل الأسرية 2017 مقابل 26 امرأة سنة 2016 طبعا السهة لم تنتهي بعد السنة لم تنتهي بعد تراجع بنسبة 61% حسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني هذا يجب أيضا ذكر هذه الأرقام واحد انقتل أربع بنات بشهر 10 سنة لا تفضل أصلا معهد تضامن النساء لا نثق بإحصائياته بماذا تثق ونحن نعلم بماذا تثق أنا أقول لك ليش لأنه موجه من الخارج وتمويله طولي بالك عروب تثقين بهذه الأرقام أنا ما بحكي أنت تثقين بهذه الأرقام أرجوك نحترم بعض معهد تضامن النساء اللي تديره ست أسماء خضر تمويله خارجي وهو موجه ونعلم ارتباطاته ما الدليل على كلامك؟ دليل علي لأنه ناقشناه بالبرلمان وحكينا عنه كان يفترض أنه يلغى ولم يلغى هي طبعا غير موجودة لترد علي فلديها أيضا حق الرد أستاذ أنا حكيت حتى يصل إلها وتعرف وهي تعرف رأي اثنين أنا اللي بدي أقول لك إياه يعني أرجوك ما نسمح بتشويه صورة وطننا الجميل المرأة الأردنية مرأة محترمة مرأة تحظى باحترام الجميع وصلت إلى أرفع المستويات حققت التقدم لم تحققه المرأة في الوطن العربي ما نشوه الصورة بالعنف الأسري والحكي الفاضي ما فيش عندنا هذه أرقام حسب أردنية أستاذ عروب هل يتم التشويه أم هذا واقع تفضل عروب خلينا أكمل بس دقيقة بدنا نرد على كلامك عروب هل هذا التشويه أو هذه الأرقام موجودة خلينا أحكي هذا الحكي زاد أستاذ خلينا أحكي زاد هذا الحكي
بعد الهجرات اللي صارت بالأردن لا يا وبعد سيدي. الهجرة السورية لا الأخيرة وصلت الهجرة اللي وصلت فكرتك عروب الأردن مجتمع عروب متراحم عروب متحاب عروب المرأة تفضلي. فيه اسمع أي فتاة من الفتيات الحاليات تمشي هلا بالشارع لن يعترضها أحد وإذا اعترضها أحد راح تلقى مية وصلت وصلت الفكرة وصلت الفكرة عروب عروب إذا تريد تفضلي رح نسمع سيد محمود هذا الكلام سيد محمود خلي عروب خلي عروب ادرب على السكاكين كمان سيدي سيد محمود هذا الكلام غير دقيق بدي معلش بدي اخذ دورك دقيقه تفضل. مين من الفتيات الموجودين بيقدر يقولوا انه هن تعرضوا للتحرش في حياتهم من لما انخلقوا لليوم كم من بنت تعرضت كم من بنت تعرضت للتحرش سواء ارفع السؤال طيب واقف شوي اذا السؤال معلش قال السيد بانه ما في تعرض مين تعرضت مين من الجمهور تعرضت للتحرش تحرش لفظي تحرج لفظي او يعني حدا رمالها كلمه حدا طيب ارفعوا ايدكم ارفعوا ايدكم اذا انتم حدا تحرش فيكم مين تعرضت اللي تعرضت ترفع ايدها بس يا شفت يا صبايا اذا معظم السيدات حسب اللي موجودات هنا تعرضنا تسمح لي اكمل النقطه تفضل يا عروب في دراسه في سيد محمود في دراسه اجراها الباحث محمود الجندي عام 2014 عنوانها التحرش الجنسي بلا دليل بينت انه 53% من الاردنيات تعرضنا للتحرش الجنسي بانواعه المختلفه كلام مش صحيح حضرتك طيب. رايك كلام هذا بس هذا اللي بعرف استت انا اللي بمثل الاردن مش حضرتك او حضرته او هو انا اللي بعرف الاردن لا دعونا بتعرف انا اللي بعرف لا لا انت مش عايش بعمان ما بتعرفي اذا واحدة بعمان وسويتيها عينه اذا بتريد اذا بتريد مش معقول لا لا اذا بتريد احنا نشوي صورة وطننا مشان نسجل مواقف مع جهات خارجية مع جهات ما لها علاقه ما لا يعني اذا علت صوتك خلينا بعرف بس عندنا ما فيها النسبه هاي مش صحيح التحرش موجود في كل العالم مش بس في الاردن موجود اذا ما كانش في تحرش معناته احنا مش بشر طيب. لكن مش بالنسبه اللي تحكوا عليها خلال وجودنا خلال وجودي يعني في عمان غابة. خلال وجودي في عمان استمعت لاكثر من قصه عن موضوع تحرش خلينا نستمع الى هذه القصه من خلال التقرير التالي صاحب العمل اوكي ما اخذ مني ما عمل معي اي مقابله ابني على السريع هذا شيء طبعا انا استغربته بلش يعطيني تحفيزات زي انه مثلا تحفيزات كتير يعني مش مناسبه اوكي انا استغربت هذا الشيء لكن ثاني يوم برضه رديت رجعت على الشغل صار في زي تحرش جسدي بلش يفتح معي مواضيع شخصيه انا وقتها ادركت بخطوط الموقف سحبت حالي روحت لكن يعني صاحب العمل برضه رد رجع حكى معي حاول معي كمان مره اليوم انت عم تحكي عن الموضوع ليه لا انا حابه صراحه احكي عن قصتي لانه انا كثير في بنات بحس في عندهم ما عندهم وعي بهذا الموضوع حابه في بنات كثير يستفيدوا من هذا الشيء خاصه انه في بنات ممكن مثلا يسكتوا عن الموضوع في حال انه كان وضعها الاجتماعي مش كثير وليه ما بتفرجي وجهك وتقولي ما فرقني معي بخاف ممكن يضايقوني يعني انا صار خاصه انه معي بالجامعه صار في كمان مضايقات ممكن مثلا ما بعرف ممكن يضايقوني انا بخاف حدا يضايقني او حدا يأذيني يعني احنا بمجتمع من هو صغير الشاب ملقن انه انت ما في اي رادع ممكن يردعك لا بالعكس انت لو غلطت الحق الاخير رح يرجع على البنات مين المسؤول عن انه يحصل هذا الامر هلا انا صراحه بقصتي انا اكيد بلومه هو لكن بشكل عام بالنسبه للتحرش بالمجتمع بلوم كل المجتمع يعني ما بحط على شيء ثاني تعرفنا على قصة رح نسميها اليوم بالحلقة معنا لينا لينا موجودة أصلاً أيضاً اليوم معنا في الحلقة ولكن إذا بتتفضل لعنا قررت أنه ما تفرجي شخصيتها وخاصة خلال التقرير لاحظتوا أنه وجهها ما مبين أنت شخصياً تعرضتي للتحرج منذ سنتين واليوم قررت أنك تحكي عن الأمر في بعض الضيوف عم بيقولوا انه لا ما في تحرش شو ردك انت وليه قررت انه ما يبين وجهك هيدي مهمه ايضا للمشاهد نحن تحققنا من هويتك تحققنا من اللي حصل عشان نكون ايضا في وضوح تفضلي اول شيء انا تعرضت للتحرش في اكثر من مجال عفوا انا تعرضت للتحرش في اكثر من مكان بالشغل بالجامعه بالشارع وتوصل منها للتعدي جسديا انا بدي احكي عن هالقصه اليوم انا اشتغلت بمكتب فتت على المكتب ما حكى معي قبلني على السريع طبعا طبقا على شكلي ما اعرف عني اي شيء فتت ثاني يوم بلش يعطيني تحفيزات لكن انت اليوم بعد هيدي التجربه ليه بتقرري انك تحكي عن الامر لانه البعض بخاف البعض بيقول لك لا ما بدي احكي اول شيء احنا نتعرض
يعني بشكل عام بالمجتمع البنات بتعرضوا للخوف والتهديد، خاصة من الأهل، خاصة من المجتمع، بيصير في عنا قمع، ما عم نعرف نتصرف لما نتعرض إحنا لموقف زي هيك. فأكيد إحنا بدنا ندافع عن حالنا. البنت الأردنية بس تعرض للتحرش بيحكي لك إنه مثلاً نروح إحنا للقانون، لكن القانون نفسه ما عم بيعمل رادع. يعني أنا عفواً، عندك تجربة شخصية بهذا الأمر أو عن باسم مين عم تحكي؟ أنا عم بحكي باسمي، أنا تعرضت للتحرش، رحت بدي أبلغ الشرطي نفسه قعد يعني يتغزل فيه، يتحرش فيه. فأنا وقتها إيش بدي أعمل؟ لمين بدي ألجأ؟ إذا أنا أهلي نفسهم، طبعا أنا أهلي الحمد لله واقفين بصفي، لكن أنا بحكي باسم البنات الأردنيات، ما في حدا أهلهم. لليوم ما ظهرتي وبينتي وجهك؟ لليوم ما ظهرتي وبينتي وجهك؟ أنا اليوم احكي باسمك، باسمك أنا البنات اليوم الأردنيات مش هيك، معلش. ولا بيحكي نقول لك البنات الأردنيات، خليها تحكي إذا بتريد، ولا بيجي على الإذاعات. طيب معلش نحترم رأي أنت الدنيا عمة، إذا بتريد إذا بتريد تحترم كل ضيفاتي، إذا بتريد تحترم كل ضيفات الموجود لي هون، إذا بتريد تتريك هي أكثر من مرة، لكن أنا من حقي أدافع. نحن عارفين من هي، دافع كما تريد لكن استمع إليها إذا بتريد. شكرا جزيلا، شكرا، تفضلي، إلك أنت حق الرد. لو سمحت عمو، هلا إحنا اللي متعرض لهذا الشيء، إحنا أدرى فيه بهاي الشغلات. أنا عمري 21 سنة قاعدة، من 21 سنة 21 سنة وصرتي قايضة كل هالتجربة هاي. اسمعها، اسمعي لازم نحترم لو سمحت كمان شوي. شو بدك تسوي عمو؟ طب انا عندي فكره، انا عندي طلب، اي سيده موجوده هنا في برنامجي يا بيتم احترامها يا الشخص مش مناسب للبرنامج. اذا بتريد كلامك مش منطقي، اذا بتريد تحكي معي هيك، اذا بتريد تحكي مؤدب يا هلا بقلب الدنيا على راسك. اذا بتريد في احترام لضيفاتي، في احترام لضيفاتي، انا مؤدب وبعرف في قواعد للبرنامج. انت كمان برنامجك مش صح. هيدا رأيك، هيدا رأيك، هيدا رأيك، بس احترم ضيفاتي. إذا بتريد أنت مرحب فيك، أنت مرحب فيك، ولكن احترام ضيفاتي مهم جدا. إذا بتريد صورة المرأة الأردنية، هذول مش لازم يقبلن إنه هذا الحكي يصير. المرأة الأردنية محترمة، واللي تتعرض لأي شيء في 100 واحد شريف تضيف يحميها، والقانون يحميها، مش الشرطة الشر يتحرش بيها. هذه تجربتها الشخصية. اسمع أمي، هاي تجربتها الشخصيه. اسمع، هذه تجربه مش صحيحه وبتحدى اذا كانت صحيحه. هذه تجربتها الشخصيه، اذا هذا الحكي صحيح. اسمع اقول لك، خليكم جالسين، اذا الشرطي تحرش بيها انا مسؤول اني اوصله لمدير الامن العام واجيبه. طيب، واسوي تحقيق. نعم، اما وحده تيجي مخبي حالها. طيب، وتحكي انتم يا بنات الاردن مش لازمات تقبلي هذا الحكي. اذا بتريد انت مش لازم تقبلي. طيب سيدات، طيب نسمع راي الجمهور. تفضلي حق الرد. شكرا لوجودك معنا، مرحب في كل دقيقه إنك تكون معنا في البرنامج، ولكن ضمن أداب وحوار الموجودة هنا في البرنامج. شو ردك؟ تفضلي. أول إشي أنا بحكي إنه إحنا يعني أغلبنا هون إحنا بنات عارفين إنه هذا الإشي بصير بكل مكان، بصير بالجامعة، بصير بالشارع، بصير بكل مكان. أنا شخصياً تعرضت لتعدي جسدي بالشغل وبالجامعة. قدمتي شكوى؟ رحتي قلتي عن الموضوع؟ أنا كبنت، كأي بنت بالأردن، احكي عن نفسك. مو عارفة إيش حقي. ممكن أنا لو رحت تقدمت مثلا بلغت إيش ممكن يصير، رح يحكي لي ما إلي دليل. طب أنا لما بدي أروح أبلغ الشرطي نفسه قاعد عم بغمز لي وعم بيحكي معي كلام، أنا وقتها إيش رح أتصرف؟ شكرا لك، أوكي، شكرا تجربتك لينا. هل اللي عم تحكيه هي اليوم استثناء أم قاعدة بتسمعيها دايما؟ تمام، أنا لاحظت في بنات هون بأيدوا الشاب اللي كان قاعد. بس أنا أعرف قبل، هاي استثناء ولا بتسمعيها دعما إذا بتريدي؟ طبعا في شغلة، موضوع المرأة تدعم المرأة هاي لازم تكون أساسية. إذا المرأة ما دعمت المرأة معناته في قمع على المرأة، وإذا أنت بتأيدي رأي زلمة إنه ما يكون في مساواة بين المرأة والرجل، معناته إحنا مجتمع مقموع، إحنا مش مجتمع متقدم، ما عمرنا حنكون مجتمع متقدم. أنا بلغت عن حالات، أنا رحت على الشرطة وبلغت على حالات عندي، عشان أنا عندي البنات كلهم بيجوا عندي يتعلموا دفاع عن النفس، في منهم بتعرضوا لتحرش، إحنا بنتعرض للأذى عشان بصيروا رجال يهددوا فينا. رحت أبلغ، بتعرفوا الشرطة شو حكولي؟ ما أنت بتعرف تدافع عن حالك، شو رأيك تضربيهم كلهم؟ ليه جاي تبلغي؟
هيك حكوا بالضبط. وزارة الشؤون الاجتماعية بهذه الحالة شو بتعمل؟ لدينا إدارة لحماية الأسرة تتبع لمديرة الأمن العام تعمل بنهج تشاركي فيها مكاتب للخدمة الاجتماعية وللصحة وهي المختصة بقضية الاعتداءات الجنسية والتحرش وليس أي مقفر عادي. أرجو أن الجميع يفهم هذه الحقيقة. عروب، موضوع مهم اللي حكى الأستاذ صحيح تماما، والمفروض طبعا واضح أنه عقوبة التحرش جرى تغليظها مؤخرا في قانون العقوبات، لكن للأسف لم يتم حتى الآن تعريف التحرش. نحن في القانون التحرش غير معرف بعد، فيها تكعرض، لكن التحرش بأشكال، ما هناك تحرش لفظي، هناك تحرش جسدي، هناك عدة أشكال ليس معرف بعد. عروب، أيضا الجدير بالذكر أنه تم تعديل قانون 308، القانون 308 اللي هو تم تعديله منذ شهور، الغاء يعني تم تعديل الغاء 308، تم تعديله، ممكن نشوف القانون التعديلي على الشاشه الان. هل هذا يعتبر خطوه؟ هذا انجاز كبير جدا، انجاز كبير جدا. نعم. ولكن البعض الاخر يقول بانه يعني في نقص فيه، لانه لم يعطي اجراءات الحمايه غير مكتمله بعد. اجراءات الحمايه نعم، هذا الحكي غير دقيق. إجراءات الحماية واضحة، والحماية موجودة بالأردن منذ زمن بعيد. نرى الآن القانون على الشاشة، بإمكاننا أن نقرأه. منع منهم يقتلوا. أين أنت من نظام نساء المعرضات للخدر الذي صدر قبل عام وتعليماته اليوم؟ طالع جريدة الغد، إحنا تولينا المسألة كلياتها، وهذه مبادرة جديدة في مجال حماية المرأة. أليس هناك بعد نساء مسجونات خوفا على حياتهن؟ المبادرة الآن موجودة، الإطار التشريعي صدر، الأمور التنفيذية. سؤال أستاذ فواز، موجود نساء مسجونات خوفا على حياتهن ولا لسه؟ أختي الكريمة، صدر نظام النساء المعرضات للخطر التشريع في نهاية العام الماضي، والآن صدرت التعليمات، وجاري العمل على افتتاح الدار قريبا، وان شاء الله تيجي تزوريها عشان تبطل تحكي بهذه القضيه. مش موضوع بدي ابطل ومبطل، الاستاذ محمود الخرابشي او حضرتك يعتقد انه كل من يتكلم عن حقوق المراه او عن المشاكل التي نعاني منها كانه نحن قاعدين لو سمحت تسمح لي اكمل فضل. كانه احنا قاعدين عم منذنب ببلدنا، نحن ما منذنب ببلدنا، نحن بنتكلم بموضوعيه. نحن نتكلم بموضوعيه، ونعتقد ان نساء الاردن بحاجه ان يكونوا متساويات تماما مع الرجال في الاردن كمواطنات. طيب. في موافقة أو اختلاف من الجمهور على كلام عروب يلي عم تقوله؟ لأنه في موافقة. طيب. أريد أن أنتقل أيضا إلى الجمهور لأرحب بضيفة، ولكن قبل أن نتعرف عليها ربما نشاهد التقرير عنها، وهي أصغر عضو في مجالس المحافظات على مستوى المملكة. نتعرف الآن على أروى. بعض الأشخاص أو بعض المجتمع لا يؤمن بدور المرأة حقيقياً، ولا يؤمن بالطاقات التي تملكها المرأة. دائماً يقولون لي أنك ما زلت صغيرة ولست قادرة على خوض هذه العملية الانتخابية. بعض التشريعات التي لا تزال تهدم حق المرأة فهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها. مؤمنة جداً بأن الشباب هم فرسان التغيير، وهم أساس التغيير، وهم قادرون على العطاء والتغيير الإيجابي في هذا المجتمع. أروى، أنت اليوم أصغر عضو في مجالس المحافظات. نعم. على مستوى المملكة. من محافظة العقبة جيت اليوم خصص عشان محافظة العقبة. أنت نعم. موجودة منا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. طريق كان صعب لو وصلتي؟ الحياة بلا تحديات هي ليست حياة، هذا بالنسبة لي. هي الحياة هي تحديات، لكن هناك تحديات يمكن تجاوزها، ولكن هناك تحديات يصعب تجاوزها، وهي بحاجة إلى تعديلات وتشريعات. أنا لو كنت عن جد بالفعل من أم أجنبية متزوجة، أنا أمي أجنبية متزوجة أردني حصلت على الجنسية، وأنا الآن موجودة يعني أخذت الجنسية الأردنية من والدي، فلماذا لا يحق له أن يأخذ الجنسية من والدته؟ بصراحة يعني أنا ترشحت وأنا قصة نجاح.
ترشحتي وفزتي، فكان من حق إن أنت ترشح كشابة أردنية من أم أجنبية حصلت على الجنسية الأردنية من والدي. نعم. فأكثر من موضوع، هو كل موضوع الحمد لله إنها يعني طلعت صارت معي. والتحرش، ما في بنت عن جد ما تتعرض لتحرش، إن ما كانت بالشارع، بالباص، بالجامعة، بالمدرسة. للأسف الأطفال صاروا يعني بصير يتعرضوا للتحرش أطفال. فلما كان بيحكي هي ليست أردنية إنها تحكي، لأنها هي خايفة على شرفها إنها تحكي، بس لأنه هذا الإشي بيمس بشرفها، لأنه إحنا لا نقبل. إنه أصلاً معظم النساء الأردنيات أو النساء العربيات بشكل عام ما بيتجرأوا إنهم يحكوا في هذا الموضوع لخوفهم، لأنه هذا موقف الأستاذ محمود الخرابشي يمثل موقف الذكور المعارضين لهذا الموضوع تماماً، يمثل اتهام لهم، لأنه دائماً المرأة المتحرش بها للأسف. لازم حق الرد، هو مش موجود معنا، مع إنه غادر له حق الرد. أنا ما رح أخذ إذا مش موجود معنا. أنا ما رح أحكي عن وجهة النظر هاي. أنا لكن ليس موجود معنا فإنه حق. أنا ما رح أخذ الموضوع، أنا بحكي عن تفاصيل. ما في أي فتاة يعني إلا تتعرض، إلا في فتاة تتعرض لتحرش حتى لو كانت منقبة إلا تتعرض. كشابة رشحت نفسي لانتخابات مجالس المحافظات في العقبة. العقبة قصبة لم تخد انتخابات منذ 17 سنة، فكان تحدي. من 37 مرشح 5 مرشحات، أي يعني أنه لسه عنا حتى تترشح ما عندها ثقة بنفسها أو إيمان. العدد نحكي، ما بدنا نحكي الأغلب، عدد أو بعض من الرجال بقدرات المرأة أو جعلها أن تؤمن بنفسها لتترشح لهاي المرحلة. لما نحكي 5 سيدات و32 مرشح الرجل. أهلك دعموك أروى؟ الحمد لله لإيمانهم في كفتاة وكشابة حابة تقدم، حابة تغير، حابة تعطي. الجدير بالذكر على المشاركة السياسية للنساء اليوم في الأردن، 3 وزيرات من أصل 29 وزير عم نشوف الآن على الشاشة، و20 مقعد للنساء في مجلس النواب، أي 15.3%. أريد أن أنتقل إلى الجمهور، من يريد أن يعلق؟ تفضل تفضل لعندي، الاسم لو سمحت. يزن قنديل. يزن قنديل، أول شيء بس كنت بدي أعلق على موضوع التحرش. أي بنت في الأردن بتقدر تمشي في منطقة شعبية أو إلى ما ذلك في الليل لحالها بدون أي خوف؟ حتى الأستاذ محمود الخرابشة مع احترامي الكامل لرأيه أنه غادر، بس هل بيقبل على مثلا أي حدا بيعرفه أو كفتاة بالليل تمشي بمناطق شعبية؟ أكيد لا. ثاني، حتى لو مش شعبية عشان لا يمكن التعميم كمان، هيدا مهم. مع احترامي حتى للمناطق الشعبية كلها. ثانيا تشريعيا مجلس النواب، مجلس النواب شو عمل للمرأة؟ حتى لما كان الصوت المسموع في مجلس النواب للمرأة كانت هند الفايز، ووقت ما عملت إشي، ما لما قررت تحكي كان في ترند على السوشيال ميديا اللي هو اقعدي يا هند، يعني اسكتي يا هند. باعتبار يزعجك هيدا اليوم انت كشاب؟ بيزعجني. انا مثلا والدتي من 3 سنوات قررت تشتغل وتدرس في نفس الوقت، ما حدا في الدنيا دعمها الا انا، ما حدا دعمها غير اولادها، غير هيك ما في اي حدا بيدعم في المجتمع هيك. شكرا لك. شكرا. مين ايضا؟ تفضل. كثير بنسمع عنا بالمجتمع، وقبل شوي قال سعاده النائب انه المراه ماخذ حقوقها وزياده عنا. بدراسه لمنتدى الاستراتيجيات الاردني بحكي انه، ومنشور بصحف اردنيه كمان، بحكي انه مشاركه المراه الاقتصاديه بسوق العمل هي 16% بس. يعني هذا إشي لحاله بيدل على انه المراه مش ماخذه حقوقها. باكد بس جعفر، حاب ارقام البطاله اللي شفناها ايضا، ارقام البطاله اللي شفناها. بحب اكد بس على شغله، انه احنا اردنيين وبنحب البلد، بس نحكي على السلبيات، نحن بدنا نعالج السلبيات، بدنا بلدنا يكون احسن. شكرا. مش هالشيء انه نحن ضد البلد، بالعكس احنا مع البلد وبنحب بلدنا. شكرا كثير. شكرا كمان. تفضلي. يعطيك العافية. إحنا بهاي الحلقة اللي صارت حكينا عن كتير مواضيع كلياتها عن جد بتمسنا كلياتنا كنساء أردنيات. المشكلة إنه الحلقة كلياتها فعلا بتمثل إنه إحنا، أنا كشابة أردنية لما أجي أحكي عن الجنسية ولا عن المشاركة السياسية ولا المشاركة الاقتصادية، أول إشي بنحكالي أنت شو مفهمك. أنا شخصيا بعتبر حالي من أكثر الفتيات أو الشابات اللي ناشطات في محافظات عمان والبلقاء، واليوم أنا بقدر أحكي بكل وضوح أنا عمري ما بفكر أنزل على انتخابات، عمري ما بفكر أنزل على تمثيل سياسي، لأنه عارفة ما حدا حيصوت لي ببساطة شديدة. أروى تم تصويت لإله؟
أروى قصة نجاح وفعلاً مفتخر فيها أكيد يعني. ممكن يكون عدة قصص نجاح أيضاً. تمام، بس لما تتفرج على إحنا يكون عنا 15 مقعد كوتا وخمسة نجحوا لأنه صدف معهم فعلياً من أصل أبصر كم نائب 120 تقريباً عنا أو 130 نائب بنجحوا بس هالفئة القليلة. بدينها اليوم الحلقة بمطلب أنت عندك إياه، شو أهم مطلب عندك إياه اليوم؟ مشان الله لما إحنا نحكي بحرقة على البلد وبدنا نحسن بهاي البلد، بس اسمعوا صوت الشباب، اسمعوا صوت المستقبل، لأن تعبنا من الأشياء اللي راحت والأشياء الماضي والأمجاد اللي بطلنا نشوف منها ولا أي إشي. شكراً لإليك، شكراً لجميع ضيوفي اليوم. الكلمة الأخيرة للجمهور اليوم، تفضلي. الكلمة الأخيرة أنه بأسف جداً لما أقرأ دراسة أنه أكثر النساء المعنفات هون في الأردن، مع أنه النساء الأردن جداً متعلمات، فهذا السبب أنه بإشي محزن أنه مرأة متعلمة ومثقفة عم تنضرب، ومن أكبر النسب في الدول العالم، الدول العربية. والمشكلة عندهم هون مش دين ولا مشكلة التعليم، مشكلة عقول متحجرة، والمشكلة كمان في نساء ضد النساء. فبتمنى المرأة تدعم المرأة كرمال إحنا نوقف مع بعض. وشو الطلب أنت كمان اللي عندك إيه؟ أنا بطلب إنه المرأة تكون حالها وذاتها وما تستسلم، لأنه أنا من النساء اللي كتير تعبت ووقفت كرمال ضل أنا يعني بحياتي. من خلال كلامك في حزن، في وجع باللي عم تحكيه، ليه؟ لأن عاركت بأشياء كتير في حياتي عاركت يعني عاركت بأشياء بحياتي، بس أنا سعيدة جداً باللي أنا فيه، وسعيدة بإني ما كملت حياتي واستمرت وضلتني أنا ألاء، يعني حافظت على حالي، ما بدي أخسر حالي لو شو ما كان في الدنيا. شو اللي أعطاك القوة اللي واضح كنتي بحاجة لها، وشو اللي صار؟ القوة هي كانت إنه أنا ما بدي أخسر ذاتي، وما حدا حيعوض حال ذاتي، لا مجتمع ولا ناس ولا أعراف. خلص أنا إنسانة حرة، أنا إنسانة قادرة، أنا إنسانة قادر أنتج، أنا ما بهمني شو بيحكي مين بيحكي شو، هذا أنا قادر أكون أنا. فهذا هو. إذن شكراً لجميع الضيوف اللي كانوا موجودين معنا اليوم، شكراً لجميع ضيفاتي، وأيضاً شكراً لجميع ضيوفي. ومن عمان أشكر جميع الضيوف، ومن عمان هنا ننتقل إلى بلد عربي آخر. إلى اللقاء، شكراً جزيلاً.